بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، عدد حروف سورة ياسين وهي قلب القرآن، طبعا حسب الرسم العثماني الأول، هو 2988 حرفا. العجيب أن هذا العدد، عدد حروف سورة ياسين، يساوي 36 مضروبا في 83. هل تعلمون ما هو العدد 36؟ إنه رقم سورة ياسين في القرآن. هل تعلمون ما هو العدد 83؟ إنه عدد آيات سورة ياسين. ونقول، هل هذه مصادفة أم إعجاز يشهد على صدق كلام الله تبارك وتعالى؟